منزلي صحابة فلو باي صحابة لقرآن دا بروني وبأشكرائي من شان آياتيك أخوان مواكا قرنترين لو آياتان كباسي منزلي صحابة كان ولاي جنابة معروفة وكو تذكيرك قال تعالى فرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أما صحابة شتنا وأمبرغان وكا لم أتداهات باشنا فرمي والذين اتبعوهم بإحسان باسي تابعين جاء تابعين يعني طبقي تابعين كاصطلاحا كدواي صحابة ديت وهروها هركسي كيش شويني منهجي أوان كوي حتى روجي قيامة بتابعي حسابا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أما آياتا مقصي رب العالمين مشايتي الله تزكي خدايا أما إما ألين منزلي صحابة ناشارين جنا أهل إسلام نأبو هيج كشيش لا منزلي صحابة به بلام كومالا فرقيك كومالا كسانيك لن بناوي إسلام ولن بناوي أهل قبلة وكو روافض وكو چندين كسيتر لخوارج يعني هنديك لمبتدعي معاصر دين لصحابة أدن ولبلوباي صحابة كم أكنوا بويا ناتشاري نوكو تذكيرك هر أمانة باسكينوا أجينا أمانة آيات أمانة الشايتي وتزكية وتعديل رب العالمين بويا فرمي سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أجتما شبكين ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار يعني أما ترسناك ترين حكمة ترسناك ترين حكمة لبرامبر الصحابية أجر كسانك خرابون كسانك خرابون بويا حكمي كفريا بسر دا أدري.